خلينا دلوقتي طمنكم طبعا عن اسعار صرف العملات الرسميه والعمله النهارده. هنبدا طبعا من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. هنبدا من سعر البيع للدولار الامريكي 18 جنيه و31 قرش و 18 جنيه و21 قرش. اليورو 20 جنيه و27 قرش للبيع و20 جنيه و16 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 24 جنيه وقرش للبيع و 23 جنيه و87 قرش للشراء. بعد كده عندنا الفرنك السويسري 19 جنيه و80 قرش للبيع و 19 جنيه 69 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 88 قرش للبيع و 2 جنيه 87 قرش للشراء. 100 ين ياباني سعر البيع 15 جنيه و5 قروش وسعر الشراء 14 جنيه 97 قرش. الريال السعودي 4 جنيه 88 قرش للبيع و4 جنيه 85 قرش للشراء. الدينار الكويتي 60 جنيه و34 قرش للبيع وللشراء 59 جنيه و86 قرش. الدرهم الاماراتي سعر البيع 4 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 95 قرش. بالنسبة لأسعار الذهب اللي يمكن كانت بتترفع الفترة اللي فاتت، هناخد معاكم ونعرف عيار 18 سجل 830 جنيه، عيار 21 سجل 970 جنيه، وعيار 24 سجل 1108 جنيهات، والجنيه الذهب وصل ل 7760 جنيه. بالنسبة بقى لأحوال الطقس، يمكن كتير كنا عاملين نقول الجو لسه برد، لكن هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة مع أول يوم رمضان. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية. طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.